صمود الانتقال أي استقلال المستمر المستمر وعين طال الزمن لابد يوما ننتصر الوقفه ديال اليوم والحضور ديالكم الوقفه ديال اليوم والمسيره اللي درنا جاء على اساس انه جوج ديال النقاط. النقطه الاولى هو استخلاصا للخلاصات التنظيميه ديال المجلس الوطني واللي هضر على انه ضروره اعاده الهيكله ديال المكاتب النقابيه، والنقطه الثانيه هي اعاده احياء الملفات المطلبيه اللي عالقه مده هذه. بالنسبه للنقطه الثانيه ديال الملفات المطلبيه هو انه هنايا جينا اليوم باش اننا نعبروا على انه راه في المركز التشفيه الجامعي كاين عندنا مجموعه من الالتزامات مع الاداره ولكن ما تمش التنفيذ ديالها. كذلك كاين السياسه الصحيه الجديده المسوده ديالها اللي مازال ما عرفناش حنايا الحموله ديالها، لانه اللي خص المواطنين يعرفوا هو انه قطاع الصحه كله غادي يتبدل في المغرب، وغادي يكونوا مجموعه من المستجدات من بينها علاقه القطاع العام بالقطاع الخاص غادي تكون فيها واحد الرؤيه اخرى. كذلك غادي يكونوا مسائل اخرى في الاتجاه هذا من بين نظام الاجور كذلك نظام شركه التامين الى غير ذلك. نقطه اخرى في هذا الشيء هذا وهذا الشيء للاسف حنايا كشغله صحيه ما تمش الاعلام ديالنا وما عارفينش، مجرد اشاعات اللي كتخرج هنا وهناك وما عارفينش حنايا كي دايره السياسه الصحيه شنو الجديد اللي جايبه. مساله اخرى اللي كاينه هو مساله ديال المستعجلات ديال الرازي وديال ابن طفيل، وحنايا كمكتب نقابي كنددوا بالواقع اللي والوضع اللي وصل ليه. حنايا بغينا المواطن المراكشي ونادينا به من شحال هذه انه يستافد من حقه الطبيعي في الاستشفاء، وكما كنقولوا انه مراكش هي مدينه هي قبله سياحيه فيها مركب رياضي على المستوى العالي، فيها منشات وبنيات تحتيه اللي بالضروره انه على المستوى ديال قطاع الصحه بالمقابل خصها تستافد حتى هي من خص المواطن المراكشي يستافد من حقه في العلاج على احسن مستوى. اللي واقع هو انه كاينه مشاكل بالجمله اللي كدفعنا اليوم اننا مره اخرى كندقوا ناقوس الخطر للمسؤولين وكنقولوا لهم انهم راه بالضروره خصنا تصحيح ما يمكن تصحيحه في قطاع الصحه وشكرا. الوقفه ديال اليوم كانت في اطار سلسله من النضالات اللي كتقوم بها الفيدراليه الديمقراطيه لشغل المركز الاستشفائي الجامعي في اطار الدفاع عن مجموعه من المطالب، هي سلسله من المطالب، واليوم جينا عاوتاني للتذكير بالمشاكل التي تتخبط فيها الشغيله الصحيه بالمستشفى، بحال المشكل ديال المستعجلات سواء بمستشفى بمركز ولا مستشفى الرازي ولا المستعجلات، المشاكل اللي كاينه في المستعجلات ديال مستشفى بن طفيل. وفي هذا الصدد كنبغي نقول بانه نحن على خطى النضال سائرون وغادي نبقاو واقفين حتى نحققوا جميع المطالب ان شاء الله ديالنا. كنحضر اليوم في هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي داروا مجموعه من النقابيين ديال موظفي الصحه، وحنا بدورنا كنسدهم كحقوقيين، وفعلا الاخ الكريم كان طرح لواحد المشكل عويص اللي كنعانيو منه كمجتمع مدني وخاصه في المستعجلات ديال رازي وفي المستعجلات ديال انطاكي ديال الاكتضاض وديال يعني سوء المعامله اللي كتكون للمواطنين واللي هي خارجه كل يعني بعيده كل البعد على الاراده ديال الموظفين. لهذا كنساندوا السلطات المحليه وكنساندوا وزاره الصحه انها تسمع المطالب وتعني شويه بالمواطن، لان من حقه يعيش ومن حقه الصحه. وبدورنا كنشكروا الموظفين على المجهودات الجباره اللي كيديروا، وخصنا كجمعويين وكفاعلين جمعويين نديروا اليد في اليد ونساندوا هذه الفئه ونوصلوا الصوت ديالهم لاعلى المستويات. احنا مواطنين ومغاربه ما كنبغيوش نشوفوا بحال هذه المشاكل اللي كتكون في المستعجلات، وكنزيدوا يعني نزكيو الكلمه ديال السيد النقابي بانه راه فعلا كاين مشاكل في المستعجلات، وخاص يكون واحد النوع ديال الانتباه وتكون واحد اللجنه اللي كتراقب هذه المستعجلات يوميا. راه علي يا اخوان ومازال كنعاودوها وكنكررها مجموعه من المرات، نعيشوا وضع في المركز الشفائي الجامعي بمحمد السادس بمراكش لا ندري قيمته الا حين سنفقده، وهذا ما لا نتمناه.